يوم واحد يفصلنا عن إحياء سنة سيدنا إبراهيم الخليل. الشارع الجزائري فيه منقسم بين من اقتنص أضحية قبل التهاب الأثمان، وبين آخر يتحين الفرصة أملا في انخفاض الأسعار. لكن يبدو أن كل ما قيل عن الأسعار في الأيام الماضية لم يعد ساري الصلاحية في اليومين الأخيرين، فالكلمة في الوقت بدل الضائع تعود للموال وحده في تحديد السعر على هواه، سواء في نقاط البيع الفوضوية أو في تلك التي خصصتها وزارة الفلاحة، رغم إصرار هؤلاء على عقلانيتها وانخفاضها. بالنسبة اللي بعنا بها كما هذا يدير 33، درك طالبين فيه 48 لرب. المساعدة كاينة نساعدوه. كما هذا اللي راه قدامنا يعني الحق حتى ل 7 ملايين 8 ملايين في السوق. في الأيامات الأولين كان يعني السوق مليح، الأسعار كانت في الأيام الأخرى هذه يعني السوق لابا شوية. بالنسبة للأسعار كيف أسعار؟ مثلا هاو الكبش، هاو الكبش كيما هذا بعنا 52، العالي كاع بعته 57 58، افضل من هذا في الكبير تقدر تقول النقصان بمليون، وفي الصغير تقريبا الاسعار كيما العام اللي فات. الى ان المواطن يرى عكس ذلك. انا بنت لي غاليين شويه، ما نكذبش عليك، ماشي السومه تاعهم تاع سيرتو اللي كاس الناس واحد الكباس تاع والو قولك 34 35، ماشي سوم زايده، بالعكس ماشي ناقصه. سامحني، مع الاعوام اللي فاتت زايده ماشي ناقصه. ما كاش منها كاع هذه كاع رخا، هذه كاع تلقى حمد بك انا 35 350 قط، ما عندك ولا ما يمدك من باب كسبع ولا 10 كيلو، ما كاش منها كاع هذه يا خويا. ما عندنا ماشي هكذا، وثاني حاجه قليله هنا، حمد بك المعرض الجزائر تقول لهم يجيبوا حاجه قبيله هنايا، واش كاين؟ ما كاين حتى حاجه قليله هنا يا خويا. قال لك من الخميس هنا كيبيع شويه مانشير، ثلاث ايام الخاين هذا قال لك نقصت السلعه وشعل فيها النار كاع، دوك الناس تستغل الفرصه هذه. وبين روايه هذا وذاك يجد المواطن نفسه اليوم مرغما على الاقتناء بسيف الغلاء، ليس لشيء الا لادخال الفرحه والبهجه على هؤلاء.